وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة تنظم ورشة عمل حول ترخيص شركات تكنولوجيا المعلومات. مجموعة من أصحاب الشركات والمختصين بحثوا في تفاصيل الترخيص والأهداف التي يمكن أن تتحقق، أهداف إيجابية متعددة بحسب الجهات الحكومية المعنية بتطبيق الفكرة، بهدف تعزيز عمل شركات تكنولوجيا المعلومات وخلق منتج وطني فلسطيني منافس في قطاع تكنولوجيا المعلومات، نستطيع أن ننافس في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وفتح أفاق عمل للخريجين في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات، وجسر الهوة أو الفجوة بين قدرات الخريجين بعد ما يخلصوا من الجامعات وبين احتياجات سوق العمل الفلسطيني وتنميتهم وتطويرهم بأنهم يدخلوا أسواق العمل. أصحاب شركات تكنولوجيا المعلومات الذين يؤكدون على أهمية ضبط العمل في هذا القطاع الاقتصادي الأساسي لتحقيق التميز والنوعية والقدرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، يبدون مخاوفهم من بعض الإجراءات الروتينية في الجهات الحكومية. المشاكل اللي هي بتدفع على السطح حاليا في المجتمع الفلسطيني، ظهور مراكز تدريب بشكل عشوائي بدون تخصصية بتقدم في عدة مجالات، أي مجال احنا اللي بنسعى له انه كل مركز تدريب يتخصص في مجال معين حتى انه يظهر بطريقة بروفيشنال اكتر او بأداء عمل له، بالإضافة لظهور اعتمادات دولية هي وهمية للطلاب بغرر لها للطلاب. ممكن نحكي عن عيوب أو الترخيص من وزارة الاتصالات، حيكون في مثلا إجراءات روتينية معقدة صعبة قليلة، عدم توزيع المراكز التدريبية أو عدم توزيع المهام على المراكز التدريبية على حسب الفئات المخصصة، على حسب مسألة المهنية الموجودة داخل كل مركز، حتى لا يكون مثلا تعدد في المهام لمركز واحد فيكون أقل احترافية وأقل جودة. التصنيف والتخصصية في العمل للقضاء على الازدواجية إذن هدف إن تحقق بعد تطبيق الترخيص ستتحول الفكرة إلى إنجاز لقطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة، إنجاز تتوازن فيه المصلحة بين الحكومة وبين القطاع الخاص. ترخيص شركات تكنولوجيا المعلومات في غزة مشروع ما زال في مرحلة البحث والدراسة، فهل يحقق الأهداف المرجوة عند التطبيق أم يضيف أعباء بيروقراطية جديدة تحد من تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات؟ محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.